We would make a great deal with United because they have product that we like. I mean, they have a lot of great product. They make phenomenal things. And the, you know, I, I, and you have different names. You can say England, you can say UK, you can say United Kingdom. So many different, you know, you have, you have so many different names, great Britain. <laughs> I always say, which one do you prefer? Great Britain. Do you prefer, you understand what I'm saying? You know, great Britain and the United Kingdom aren't exactly the same thing, right? Yeah. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقه جديده على دنياي وديني ومعكم حيدر جبار بالنسبه لشخص يعيش خارج المملكه المتحده فقد لا يكون من السهل عليه تمييز الفرق بين انجلترا وبريطانيا العظمى والمملكه المتحده فقد يعتقد ان هذه كلها مسميات لنفس الشيء قد يكون الجهل بهذه المصطلحات امرا عاديا بالنسبه لانسان ذو ثقافه سياسيه وجغرافيه متواضعه لكن ماذا لو كان من يجهل بالفرق بين هذه المصطلحات شخص يعمل كرئيس اقوى واكبر دوله في العالم تماما مثل الرئيس الامريكي دونالد ترامب Mm. You're slightly disappointed with President Trump when he wasn't quite sure the difference between England, Great Britain. Oh, I do know. I and do the United know. <laughs> Kingdom. He said I do know the difference. Once he realized um, I had suggested he may not and there might be a problem. حسناً، إن كان الأمر كذلك، فماذا عن البريطانيين أنفسهم؟ هل يعرفون الفارق بين إنجلترا وبريطانيا العظمى والمملكة المتحدة؟ لنرى. United Kingdom and Great Britain is the same same thing. No difference. That's the older term, Great Britain, and it's Scotland, England, and Wales. Always get this wrong. I don't know. No, I don't know. I think Great Britain is the landmass. The United Kingdom also includes Northern Ireland. United Kingdom is a political term. There's no difference. Is United Kingdom all the countries owned by the by, like the Queen? إن كنتم أنتم أيضا لا تعرفون فالخبر السار هو انكم بعد مشاهدتكم لهذه الحلقه سوف تعرفون الفرق بينها كما انكم ستتعرفون على معلومات اخرى يجهلها اغلب البريطانيين انفسهم لذلك تابعوا معنا الحلقه حتى نهايتها إذا بريطانيا العظمى، المملكة المتحدة وإنجلترا، هل هذه كلها مسميات لنفس المكان أم هي لأماكن مختلفة؟ لنلقي نظرة سريعة على خريطة العالم. هنا توجد قارة أوروبا، وهذه هي المنطقة التي سنتحدث عنها. هذه المنطقة هي ما يسمى بالمملكة المتحدة. وجزء من الاشتباه الذي يحصل لدى الكثيرين هو ان المملكه المتحده ليست بلدا واحدا ولكنها بلد يحتوي على بلدان اخرى وبالتحديد اربع بلدان لكل منها عاصمتها علمها الخاص بها وبرلمانها اكبر هذه الدول الاربع واشهرها هي انجلترا وعاصمتها لندن وهذا هو علمها وفي كثير من الاوقات يتم الخلط بين انجلترا وبين المملكه المتحده في الشمال توجد اسكتلندا وعاصمتها ادنبرو وهذا هو علمها وفي الغرب توجد ويلز وعاصمتها كارديف وهذا هو علمها اما البلد الرابع فهو ايرلندا الشماليه والتي عاصمتها بلفاست وهذا هو علمها كل دولة من هذه الدول الاربع لشعوبها تسمية خاصة بهم، ففي الوقت الذي بالامكان تلقيبهم جميعا بالبريطانيين الا ان هذه ليست عادة جيدة، لسبب بسيط وهو ان الشعوب الاربع لا يحب بعضها بعضا، فسكان ايرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز ينظرون الى الانجليز على انهم مستعمرون، يعشقون استعباد الاخرين، وفي الوقت نفسه ينظر الانجليز الى الشعوب الثلاثة الاخرى على انها شعوب بدائية، تقضي وقتها في رعاية الغنم، الجدير بالذكر أن الدول الأربع التي تشكل المملكة المتحدة لديها جواز سفر موحد، ويعتبر سكانها مواطنون بريطانيون، شاؤوا ذلك أم أبوا، خاضعين إلى المملكة المتحدة التي بالمناسبة اسمها الرسمي هو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. والعلم الذي يمثلها هو هذا العلم. إذا أين تقع بريطانيا العظمى؟ إنها هنا. هذه هي بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى هي مصطلح جغرافي وليس مصطلحا سياسيا فبريطانيا العظمى هي اكبر جزيره من بين الجزر البريطانيه ومصطلح بريطانيا العظمى يتم استخدامه للدلاله على البلدان الثلاثه انجلترا اسكتلندا وويلز فقط مع استبعاد ايرلندا الشماليه الجدير بالذكر ان هذه الدول الثلاث وان كانت لديها بعض الجزر التابعه لها لكن ومع ذلك فهذه الجزر ليست جزءا من بريطانيا العظمى كأمثلة على ذلك ألوف وايت التي هي جزء من إنجلترا وآل أوف أنجلسي التي هي جزء من ويلز وفي اسكتلندا جزر مثل شيتلاند آيلاندز أوكني آيلاندز وآيلاندز أوف ذا كلايد هذه كلها لا تنتمي إلى بريطانيا العظمى أما ثاني أكبر جزيرة بين الجزر البريطانية فهي إيرلندا ويجب الانتباه هنا إلى أن إيرلندا ليست دولة إنها فقط مصطلح جغرافي وليست مصطلحا سياسيا تماما مثل بريطانيا العظمى. فجزيرة إيرلندا تحتوي على دولتين وهما إيرلندا الشمالية التي تحدثنا عنها سابقا والتي هي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. عندما تسمع شخصا يقول أنه إيرلندي أو ايريش فهو يقصد بذلك أنه من جمهورية إيرلندا والتي هي دولة منفصلة تماما عن المملكة المتحدة. إذا لنراجع معا المعلومات التي عرضناها إلى حد الآن أكبر جزيرتين بين الجزر البريطانية هما إيرلندا وبريطانيا العظمى، إيرلندا تحتوي على دولتين هما إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، بينما بريطانيا العظمى تحتوي في أغلبها على ثلاث دول هي إنجلترا، سكوتلندا وويلز. هذه الدول الثلاث مجتمعة مع إيرلندا الشمالية تشكل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. إلى هذه اللحظة أجبتكم عن السؤال الرئيسي لهذه الحلقة، لكن هنالك أسئلة أخرى تخطر على ذهن المشاهدين. على سبيل المثال، لماذا عندما نسافر إلى دول مثل كندا وأستراليا أو نيوزيلندا وغيرها نجد صورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على أوراقهم النقدية؟ مع العلم أن هذه الدول ليست جزءا من المملكة المتحدة. ولهنالك يجب على هذا السؤال، يجب أن نتحدث بعض الشيء عن الإمبراطورية البريطانية. لمن لا يعلم فان الامبراطوريه البريطانيه قد امتدت ذات يوم لتحتل ربع الكره الارضيه حتى انها كانت تلقب بالامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس ومع مرور الزمن انتفضت الكثير من الدول التي كانت تحت الاحتلال البريطاني من اجل الحصول على استقلالها وبذلت الدماء او الشهداء للحصول على حرياتها في نفس الوقت كانت هنالك دول اخرى عديده سعت الحصول على استقلالها من الاحتلال البريطاني عبر اتباع الطريق الدبلوماسي دون إراقة الدماء هذه الدول الأخيرة عقدت اتفاقيات مع الامبراطورية البريطانية بأنها تبقى معترفة بأنها تحت مظلة التاج الملكي البريطاني وفي المقابل تحصل على برلمانها المستقل بها ولكن نفهم الارتباط بين هذه الدول يجب أن نتحدث قليلا عن التاج البريطاني إذا ما هو التاج البريطاني؟ التاج الذي سنتحدث عنه ليس التاج الذي يوضع على راس الملك او الملكه، ولكن التاج المقصود به هنا هو كيان قانوني معقد. بناء على التقاليد البريطانيه فهي تدعي ان التاج هو المؤسسه الموكله من قبل الله تعالى للحكم في هذه الارض وتسيير شؤون الناس، وهذه المؤسسه تقوم بادارتها العائله الملكيه الحاكمه. بالنسبة للمستعمرات البريطانية التي حصلت على استقلالها بطريقة سلمية في مقابل أن تبقى تحت وصاية التاج الملكي فقد تمت تسميتها بدول اتحاد الكومنولث ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الكومنولث البريطاني 53 دولة من اشهرها استراليا البنغلاديش كندا قبرص غانا جامايكا كينيا ماليزيا جزر المالديف موزمبيق نيوزيلندا نيجيريا باكستان سنغافوره جنوب افريقيا سريلانكا اوغندا المملكه المتحده البريطانيه وغيرها ولعل اشهر تجمع تعقده دول اتحاد الكومنولث فيما بينها هو دوره العاب الكومنولث التي تعقد مره كل اربع سنوات ومع ان التاج البريطاني ليست له سلطه كبيره على دول الكومنولث إلا أنه توجد هنالك ثلاث جهات تابعة وخاضعة للتاج البريطاني وهي آلوفمان، جيرزي، وغونزي على خلاف دول الكومنولث هذه الجزر الثلاث قامت المملكة المتحدة بمنحها استقلالها ذاتيا وإعطاء شعوبها الجنسية البريطانية ماذا عن هذه المدينة الصغيرة في جنوب الساحل الإسباني والتي تدعى جبل طارق والتي ذاع صيتها مؤخرا بسبب البريكسيت الشهيرة بصخورها والقردة التي تعيش فيها والتي دائما تسبب توترا سياسيا بين المملكة المتحدة وإسبانيا وكذلك ماذا عن جزر فوكلاند التي هي الاخرى سببت كذلك الكثير من التوترات السياسيه بين المملكه المتحده والارجنتين حتى كادت الامور ان تصل الى قيام حرب بين الطرفين بسببها في كثير من الاحيان. جبل طارق وجزر فوكلاند خاضعه للتاج البريطاني وتسمى اقاليم ما وراء البحار البريطانيه. أو كما كان يطلق عليها سابقا مستعمرات التاج البريطاني كلتاهما لم تحصل على الاستقلال إلى حد الآن وبقيتا تعتمدان على المملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بالأمور الدفاعية وفي بعض الأحيان للحصول على الدعم الاقتصادي كل الذين يولدون على هاتين الجزيرتين يعتبرون سكانا بريطانيين ومستعمرات التاج البريطاني متعددة كما يظهر لكم في هذه الصورة اتمنى ان تكون الامور الان واضحه لديكم حول الفرق بين انجلترا وبريطانيا العظمى والمملكه المتحده والمستعمرات البريطانيه. والان مع سؤال الحلقه الذي لن يستطيع الاجابه عنه الا من كان يركز تركيزا شديدا في الماده التي طرحناها. ما هي عاصمه بريطانيا العظمى؟ ان كنتم تعرفون الاجابه فاضيفوها في تعليق وساقوم باضافه الاجابه في اول تعليق اسفل الفيديو. وصلنا الى نهايه الحلقه. أتمنى أن تكون قد أضافت شيئا جديدا إلى رصيدكم المعرفي إذا عجبتكم الحلقة فلا تبخلوا بالضغط على زر الإعجاب لايك والاشتراك في قناة دنيا يا وديني مع تفعيل الجرس شكرا لكم على حسن المتابعة كان معكم حيدر جبار وأراكم في حلقة أخرى بإذنه تعالى